أجل صالح أولاد مش على عينة أو خايفة وأنت جاية؟ لا مش جاية، لأن أنا واثقة إن الله حامل والله هيحمك شايفة مصر زي بكرة بإذن الله، وإن مصر هتكون أحسن وأحسن. جيتي في الجولة الأولى؟ لا، كان ابني بيعمل عملية في أسيوط. كنت حريصة إنك تيجي في كان الدكتور، وأنا كنت طالعة من العناية ليه يومين.